بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة في مادة الرياضيات. محاضرتنا هذه ستكون عن موضوع تطبيقات التكامل Integration Application. أرحب بكم في هذه المحاضرة، أنا محدثكم الأستاذ المساعد دكتور محمود عباس محمود. في حالة وجود أي استفسار لديكم عن المحاضرة بإمكانكم التواصل معي على عناوين البريد الإلكتروني المبين أمامكم. موضوع التطبيقات التكامل هي أهم هذه التطبيقات، أو التطبيق الرئيسي لها هو حساب المساحات تحت المنحنيات areas under curve. لو كان عندنا curve مثل هذا اللي هو أمامنا، اللي هو هذا curve، أريد الأريا اللي تحته، يعني الأريا المحصورة بين هاي الخطين اللي هي بين قيمة XA إلى قيمة X تساوي B، ومع هذا القوس أو هذا المنحنى اللي هو عبارة عن دالة يعني الواي تساوي function of X. هذا حتى نوجد هذه المساحة المحصورة بين الكيرف اللي هو y يساوي function x والx axis والordinates عندما تكون x تساوي لنا a وx تساوي لنا b. هذا هو التعبير الرياضي بهذا الشكل. حتى نحسبه هذا الشكل نجي نقول انه انا عندي p هي نقطة اسمها p تساوي لنا x وy، احداثيات x وy هي النقطة اللي يكون بها function y تساوي the function of x، والاي اكس اللي هي تمثل لي الاريا اللي هي تحت الكيرف. هذا راح امثلهم بهاي الرمزين لبدايه الحل. يعني اذا انا رسمت هاي البي هي اللي اخذتها النقطه في البدايه، وهنا عندي الكيو اخذت يعني هذا المكان، اخذت هذا الجزء من الكيرف منا لهنا، اخذت هذا الجزء. فأنا شرح هاي عندي هي اي اكس اللي اريدها يعني، وهاي النقطة البي هي واقعة على الخط او على المنحنى اللي مثله واي يساوي لنا فانكشن اوف اكس. انا هذا اخذت جزء حقيقة، جزء من هذا الاريا، فاخذت البوينت كيو اللي هي قريبة من البي، هاي بي وهاي الكيو قريبة منها، قريبة من البي، يعني اخذت فد سلاش صغير او يعني فد شريحة صغيرة تنحصر ما بين P و Q، وراح تصير عندي الاكس، راح تصير لي بالاكس زائد الدلتا اكس هذا الطول العرض، والارتفاع اللي راح يصير لي واي زائد دلتا واي اللي هي هاي المسافة. فإذا أنا صارت عندي فدائرية صغيرة هي بهذه المساحة اللي هي هذه صغيرة، أقدر أحسب بها هذا السترب، هذا السترب الصغير أو هذا الشريط الصغير. فهاي الاريا هي دلتا اي اكس، جزء من الاي اكس. هذا حساباتي راح ابدي اتوسع بها بالشكل الاتي، انه انا عندي اذا رسمت امثل هذا الشكل هو البي والكيو، وعندي هذا الار، هاي المساحه هي كانت المساحه المطلوبه لهذا السترب او هذا الشريط البسيط او هذا الشريحه البسيطه من الشكل. لو نجي ننتبه انا عندي هاي، اقدر اخذ هذا المستطيل، هي عبارة عن هذا المستطيل زائد هذا الجزء البسيط الصغير من يعني من المساحة. لو أجي أنا معنى عندي هاي المساحة P و R و Q، كلما صغرت المساحات كلما هذا أصبح ضئيل، بحيث أنه أنا أقدر هذا أعتبره يعني ممكن حذفه، هذا المثلث اللي هو هذا الجزء أقدر لأنه صغير جدا. فإذا مساحة الأريا هي تقترب من أن تكون الواي في الدلتا اكس، على اعتبار أن هذا الجزء اللي صغره يهمل، كلما صارت الستربس يعني تكون أكثر، عددها أكثر وعرضها أقل. وعليه فإنه أنا راح أقدر أطلع دلتا أي اكس على دلتا اكس راح يساوي لي واي.
هنا معناه أني إذا قدرت أقسمها إلى مساحات كثيرة فإنه أنا راح أقدر أحسب المساحة الكلية مع إهمال الأجزاء البسيطة. يعني بالنتيجة راح أصير عندي أجزاء بسيطة مثل هاي، فهي عبارة عن مستطيلات كثيرة. فكلما كانت دلتا اكس تقترب من الصفر فالإيرور شو يصير؟ يصير عندي جدا صغير جدا صغير، وعليه راح يكون عندي دلتا اي دلتا اي اكس على دلتا اكس يساوي دي اي اكس على دي اكس. فاذا اني اقدر استخدم هذه الطريقه لحساب الاريا. كيف تحسب الاريا اللي انا كنت اريدها اللي هي كجزء؟ راح اخذ هذا الكل واخذ جزء، ما يعني اطرح اريا من اريا، فالاي اكس راح يصير لي اقدر احسبها على التكامل واي يساوي دي اكس بشكل عام، اللي هي فانكشن اوف اكس في دي اكس فانكشن اكس زائد ان سي، فالاريا تساوي لنا تكامل هذه المساحه. فاذا قدرت احسبها بانه استخدم التكامل لحساب المساحه. طيب اذا انا كان عندي جزء من المساحه اللي كان هو عندي اي محصور بين اي وبي، كيف يحسب؟ انا اذا ما توصلت الى هذا قانون عام واقدر احسب به الاريا للاي والبي بالشكل الاتي. شلون احسبها؟ راح احسبها بالطريقه الاتيه. اقول اني اخذ المساحه الكليه لغايه بي، ثم اخذ المساحه الكليه لغايه اي واطرح واحده من الثانيه، راح تطلع المساحه من اي الى بي، من اي الى بي. يعني انا اول مره طلع المساحه الكبيره، بعدين اطلع المساحه الصغيره واطرح واحده من الثانيه، راح تطلع لي مساحه الجزء المطلوب اللي هي كانت هاي المساحه في بدايه محاضرتنا اخذناها، اللي هي قلنا عليها شنو؟ من اي الى بي. فاني مره اخذ الجزء كله هنا ومره اخذ الجزء هذا واطرح واحده من الثانيه. فاذا بالنتيجه اللي انا وصلت لها انه ايش اسوي؟ احسب المساحتين واطرح واحده من الاخرى. كيف تحسب مساحه هاي الكامله؟ بالتكامل واي دي اكس من x يساوي لنا b، ثم هنا من x يساوي لنا a. فاذا مره احسب الاريا لغايه البي ومره الاريا لغايه الاي واطرح واحده من الثانيه. هاي اللي هي قلنا عليها، راح اذا الاريا راح يساوي لنا y دي x عندما x يساوي لنا b ناقصا y دي x عندما x يساوي لنا a. فاذا انا عندي مرتين راح يصير عندي تعويض، وهذا اقدر ان اكتبه بالطريقه التاليه: اي يساوي لنا تكامل اي الى بي، الاي تكون بالاسفل والبي تكون بالاعلى، واي دي اكس اللي هو هذا يسمى التكامل المحدد اللي له حدود. هذا دائما احنا ننتبه انه انا عندي هذني نسميهم الباوندريز، وهذا اللي هم الاي والبي، وهنا نسميه الليمت اوف انتجرالز اللي هم حدود التكامل هنا، وهو اللي هو يسموه التكامل المحدد. هذا حد التكامل وهذا حد التكامل، وهنا يجب ان نتذكر، وهنا كافينا remember the higher limit goes at the top the lower limit goes at the bottom. يعني معناها هذا هو الاكبر وهذا هو الاصغر، لانه احنا راح بالنتيجه نطرح ناتج التكامل للاي من ناتج التكامل للبي. يعني راح نحسب اول مره للبي ثم نحسب للاي ونطرح واحد من الثاني مثل ما شفنا حسبنا هذا الحال. فاذا راح نسوي التكامل مرتين، مره نحسبه للبي ثم نخلي اشاره ناقص ونجي نحسبه للاي، وهذا هو التكامل المحدد. اذا نجي هسه مثال على هذا، نريد الاريا اندر كيرف واي يساوي لنا اكس سكوير زائد 2 اكس زائد، وهاي الفانكشن اللي موجوده، ونريد ان تقاس بين اكس يساوي لنا 1 واكس يساوي 2. هنا اذا حتى نحل هذا مثال ننتبه على ما يلي: اولا المطلوب هو اريا مساحه، واثنين عند الفانكشن وعند الحدود 1 و2، فراح استخدم التكامل المحدد للحسابات، اخلي الحد الاعلى او الرقم الاعلى فوق اللي هو 2 والادنى للاسفل 1، واجي اكتب واي دي اكس راح اكتب بمكان الواي انزل الفانكشن نفسه، فراح يصير عندي تكامل 1 الى 2 اكس سكوير زائد 2 اكس، جبت الفانكشن نزلته هنا للدي اكس، واجي عمليه التكامل بالطرق الاعتياديه اللي احنا نعرفها. فراح نحسبها بالشكل الاتي: راح من اجي ابدي اسوي عمليه التكامل انزلها هنا، انا هذا راح الاكس تربيع يصير اكس تكعيب على 3، هنا اكس تربيع 2 اكس تربيع على 2، 2 تروح الى 2 تروح اكس تربيع،
هنا الواحد ينقلب الى اكس زائد ان سي والحدود من 1 الى 2 اللي هي هذا الحد 1 الى 2. وراح اجي بالبدايه اعوض عن الاكس ب 2 وانزلها هنا واطرح منها القوس الثاني اللي هو عندما تكون الاكس تساوي لي 1 واعوضها هنا واجي هنا حطينا الاكس 2 وهنا حطينا الاكس يساوي لنا 1 وجينا حسبنا. راح يطلع لي بالنتيجه 6.3 يونتس ممكن يصير 6.333 يونتس. ننتبه هنا على شغله مهمه جدا. هنا هو طالب مني اريا. من اريا معناه اكو عندي يونتس سكوير. انش سكوير، سنتيمتر سكوير، متر سكوير. هذا هو يجب ان يكون بما انه اريا يجب ان نكتب الوحده. ونجي على جانب ثاني ننتبه عليه انه انا عندي سي هنا وسي هنا. مره هنا سي بالزائد ومره راح تصير بالناقص لان الناقص راح تدخل عليها فبالنتيجه راح تنشطب. فاذا نوصل الى قرار انه when we have limits to substitute the constant of integration appears in each part will be therefore disappear يختفي. فاذا انا بالمستقبل بعد ما يحتاج اكتب السي لا هنا ولا هنا. ليش؟ لانه راح يختفي. عندي تكاملات اعتياديه اسوي اكتب السي بس من عندي تكامل محدد ما اكتب السي لانه هو بالنتيجه راح ينطرح. فاذا هاي ننتبه عليه انه انا عندي السي فانش يعني يتلاشى. السي يتلاشى ننتبه على هاي النقطه هنا في حاله التكامل المحدد. نجي مثال اخر. المثال الثاني عندي فايند اريا اندر كيرف اللي هو هذا اللي عندي حقيقه الفانكشن ومن اكس يساوي 1 الى اكس 3. نرجع بنفس الطريقة مال المثال الماضي نجي نقول من 1 إلى 3 وننزلها ونبدي نحل أيضا بالتعويض من 1 إلى 3 كامل ورجعنا حسبنا من 1 إلى 3 ومرة راح نعوض من 3 ومرة ثانية نعوض من 1 وراح يطلع لنا النتيجة 32 يونت سكوير. لو تنتبه هنا صار عندي هنا الناتج بالناقص دخلت الناقص على الناقص صار زائد فصار 2. نجي على الديفاينات انتجرالز. الديفاينات انتجرالز معناه شنو؟ معناه أنا عندي محدد يعني هذا معناه أني عندي limits called ديفاينات انتجرالز. هذا معناه أني عندي حدود خلتها تصير ديفاينات انتجرالز. فطريقة الحل مالته مثل ما قلنا هذا خلاصة لطريقة الحل. إيش أسوي؟ أشيل الانتجريشن يعني أشيل الكونستانت اشيله كونستانت اوف انتجريشن اشيله وايش اسوي؟ اسوي البراكتس اغلقهم واحطهم بالجانب الايمن مالته اكتب عندي الحدود وبعدين اعوض بالقيمه العليا ثم اعوض بالقيمه الاقل ثم اجي اطرح واحد من الثانيه فراح يصير لي الفانكشن بي ناقص الفانكشن اي وراح يطلع لي هذا الحل. هاي هي حقيقه خطوات الحل اللي مرينا بها في كل الامثله الماضيه لحل الديفاينايت انتجرال. هي ثلاث خطوات. اولا ننتبه على انه اولا اربع خطوات. اولا لما نكتب الكونستانت، اثنين نعوض بالحد الادنى والحد الاعلى، وبعدين نطرح واحد من الثاني. هذا هو الديفاينايت انتجرال. وناخذ مثال اخر. المثال هو بشكل هذه اريد هنا ما رايد اريا بس يقول لي يعني حل هذا الانتجريشن. هذا بنفس العملية عندي ناقص 1.5 وهنا 4 اي اكس سكوير دي اكس. عملية حل اعتيادي للتكامل وتعويض مرة بالناقص 1 ومرة بالواحد بالناقص 1 ومرة بالنص واطرح واحد من الثاني. هنا ما راح نكتب يونتس لانه هو ما قايل لي يريد اريا انما بس قايل لي ايفاليويت. ما هنا هذا المثال الاخر. المثال الاخر يريد مني اريا هنا باوندد باي اكس يساوي الكيرف يساوي واي يساوي اكس سكوير ناقص 6 اكس زائد 5 والاكس اكسس والاوردينيت شنو اكس يساوي 1 واكس يساوي 3. ايضا بنفس الطريقه راح اسوي تكامل محدد يبدي من 1 الى 3 وانزل الفانكشن هنا وابدي احل مره اعوض بالثلاثة ومره اعوض بالواحد واطرح واحد من الثاني. لو ننتبه هنا اكو عندي حاله غريبه طلع لي يونت سكوير اللي هو اريا لكن الاريا بالماينس. هنا راح نبدي نتساءل ليش اريا وليش بالماينس. حقيقة هنا يجب ان ننتبه على حالة مهمة. من يكون عندي صار عندي هنا بالماينس لسبب، السبب انه شنو؟
أنا عندي الأريا ماينس 5.3 يونت سكوير للسبب إنه الأريا بلو إكس إكسس 4 يعني هذا صاير الأريا جوا الإكس إكسس مباشرة أنا راح أبين جوا الإكس إكسس وسراح أرسمه ويبين عندي هذا هو رسم الفانكشن ولو ننتبه الأريا المطلوبة هي هاي من 1 إلى 3 لأنه يعني قال الحدود من 1 إلى 3 1 إلى 3 هي كلها تحت الإكس إكسس وحتى لو أستمر من 1 إلى 4 و 1 إلى 5 هي راح تطلع لي بالماينس لأنه هي تحت الإكس إكسس وهاي يجب أن ننتبه عليها. عندي هنا يعني أسئلة للمراجعة تمارين للمراجعة عندي أريد إيفاليويت هذولي 4 تمارين للمراجعة الطالب حتى يتأكد من نفسه هل وصل إلى الشيء المطلوب بالتكامل المحدد أو ديفاينايت انتجرالز أم لا. طالب خليه يحلهم كلهم ذني وإذا شاف أي إشكال عنده يرجع إلى بداية المحاضرة يراجع ويقدر يفتهم هو وين وليش وصل هذا الحال أو كان جيد فبها وإن كان عنده إخفاق في جانب معين يرجع عليه حتى يقوي نفسه بهذا الموضوع. شكرا لكم لحسن استماعكم وفي حالة وجود أي استفسار لديكم عن هذه المحاضرة بإمكانكم التواصل معي على عناوين البريد الإلكتروني المبينة أمامكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.